السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعزائي التلاميذ، اليوم أعزائي التلاميذ غادي نحاولوا نديروا مراجعة مع بعضنا بتمرين بكالوريا 2015. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تبارطاجيو لا فيديو هذه مع صحابكم، بارطاجيوها ايسي وتبارطاجيوها في لي جروب باش الماكسيموم يقدروا يستفادوا. وماذا بكم تاني تانفيتيو صحابكم باش الناس كامل تستفاد من هذا البث ومن هذا التصحيح. خيرت لكم بكالوريا 2015 لانها بكالوريا تقريبا انا نحس فيها لقيت فيها كامل الاشياء اللي قريتوهم في الانزيمات، كامل الاشياء اللي قريتهم في الانزيمات موجوده في بكالوريا 2015. الموضوع الاول، التمرين الاول، حاجه اللي نقولها لكم كي تشوفوني في الطابلو ايسي وما تطرحوش لي كيسيون، كي نكون في الطابلو نشرح حتى نحبس ونجيب من تولي ما تشوفونيش في الطابلو طرحوا لي كيسيون باش نقدر نشوفهم، باسكو كي نكون في الطابلو ني ما نقدرش نشوف لي كيسيون تاعكم. اسكو نبداو اسكو نبداو في التمرين هذا؟ اللي عنده تمارين مقترحه ولا كانش استاذ، تعرفوا بلي الاستاذ هذا عطاكم تمرين مقترح، بعثوه لي للصفحه تاع معان من اجل البكالوريا وان شاء الله نحلوه مع بعضنا. اللي عنده تمرين مقترح ولا عندها تمارين تاع استاذ يحسبهم بلي هادو مقترحين، بعثوهم لي للصفحه وان شاء الله نحلوهم مع بعضنا. اذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، في هذا التمرين اللي هو بكالوريا 2015 قال لك أول حاجة قال لك البروتينات، عطانا هو السند رقم واحد، هذا اللي نحكي عليه السند هو النص الأول. في السند قال لك البروتينات ذات نشاط الإنزيمي، قال لك بروتينات اللي هي إنزيمات، قال لك لها بنية متميزة تضمن لها تخصصا وظيفيا عاليا، قال لك هذه البروتينات عندها بنية، هذه البنية تضمن لها تخصص وظيفي عالي. قال لك لإظهار العلاقة بين البنية الفراغية للإنزيم، عندنا هذا هو الإنزيم مثلا، بنشوفوا البنية الفراغية نظهر العلاقة بين البنية الفراغية للإنزيم ومادة التفاعل، ما العلاقة الموجودة بين مادة التفاعل الركيزة اللي هي السيستانس و الانزيم والبنيه الفراغيه للانزيم. قال لك ندرس نشاط انزيم الكربوكسي بيتيداز، هذا احد انزيمات الهضمه. قال لك تظهر الوثيقه واحد، هذه هي الوثيقه واحد اللي امامنا، قال لك تظهر الوثيقه واحد البنيه الفراغيه لهذا الانزيم حيث يمثل الشكل الف، هذا الف من الوثيقه واحد، هذا الانزيم في غياب الركيزة، هذا ب الإنزيم في وجود الركيزة، لاحظوا هذا الإنزيم في غياب الركيزة، هذا الإنزيم في وجود الركيزة أو في وجود مادة التفاعل. واحد قال لك هل كل الأحماض الداخلة، راح لك السؤال واحد قال لك هل كل الأحماض الداخلة في تركيب الإنزيم تحدد تأثيره النوعي؟ معناها قال لك احنا نعرفوا باللي الإنزيم هذا مثلا، هذا الإنزيم مثلا الانزيم هذا هو عباره عن بروتين يتكون من 200 حمض اميني، قال لك هل كل الاحماض الامينيه المكونه للانزيم تحدد تاثيره النوعي؟ قال لك عدل اجابتك. هذا احنا على بالنا باللي الانزيم ينقسم الى قسمين، عندنا الاحماض الامينيه وعندنا الاحماض الامينيه المشكله للموقع الفعال، وحنا على بالنا بلي الانزيم يكتسب الوظيفه عند اكتسابه للموقع الفعال، وعلى بالنا بلي انه الاحماض الامينيه المشكله للموقع الفعال هي الاحماض التي
تعطيه او تحدد له التاثير النوعي. لذلك واش نقولوا في هذا السؤال، هل كل الاحماض الداخله في تركيب الانزيم تحدد تاثيره النوعي؟ نقولوا لا، تكتب لا وتكتب لا. كل الاحماض الامينيه تحدد التاثير النوعي. علل اجابتك في التعليل. في التعليل روحوا للوثيقة وقولوا نلاحظ في الوثيقة أن الموقع الفعال يتكون من ماذا؟ من عدد قليل من الأحماض الأمينية. لاحظوا أن الموقع الفعال هذا يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية، والموقع الفعال هو الذي يرتبط مع الركيزة. التعليل إذن من الوثيقة نلاحظ أن الموقع الفعال الإنزيم يتكون ولا يتشكل من مجموعة صغيرة من الأحماض الأمينية. مثلا اذا كان هذا الانزيم فيه 200 حمض اميني، تلقى في الموقع الفعال اللي هو يعطي للانزيم، الموقع الفعال هذا هو اللي يعطي الانزيم يعطيه وظيفه. باسكو لاحظنا احنا عرفنا بلي كي يكتسب الانزيم الموقع الفعال يكتسب وظيفه، كي يفقد الموقع الفعال يفقد الوظيفه. اذا الاحماض الامينيه هذه لاحظوا بلي عدد الاحماض الامينيه يكون قليل، من 200 حمض اميني بالمئة عندنا 15 حمض اميني اللي يتكون للموقع الفعال. الان نروحوا للسؤال الثاني، قال لك قارن بين الشكلين ألف وباء من الوثيقة واحد، ثم وضح كيف يتشكل المعقد اللي هو إنزيم مادة التفاعل. الآن أعطانا هاد الشكلين ألف وباء، قال لك قارن لي بيناتهم. المقارنة دائما ديروها في جدول. إلى حد الآن الأمور واضحة؟ إلى حد الآن الأمور واضحة؟ إذن الآن واش قال لك؟ قال لك راكم تشوفوا في الشكلين، قال لك قارن لي بين الشكلين. في المقارنة نروحوا نديروا جدول، ديروا الجدول تاعنا هنايا. السؤال هذا الثاني ولا بقى؟ شوفوا سؤال اثنين هذا المقارنة، سؤال اثنين مقسوم لقسمين، القسم الأول هو المقارنة والقسم الثاني قال لك وضح كيف يتشكل المعقد. نديرو المقارنة تاعنا هنايا هكا، نديرو في غياب الركيزة في وجود الركيزة. في غياب الركيزة لاحظوا باللي لاحظوا هذه أحماض أمينية مكونة من موقع فعال، تريبتوفان، الألبومين، غليك الهيستامين، هادو كاع مكونة للأحماض، هذه الأحماض الأمينية مكونة للموقع الفعال. لاحظوا في غياب الركيزة تكون متباعدة، في وجود الركيزة تكون متقاربة. إذا واش نقول له؟ نقول له الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال متباعدة. أحماض أمينية في غياب الركيزة، أحماض أمينية مشكلة للموقع الفعال متباعدة، في وجود الركيزة أحماض أمينية متقاربة. الأحماض الأمينية في وجود الركيزة متقاربة. الآن كملنا من المقارنة بين الوثيقتين. الآن قال لك وضح كيف يتشكل المعقد اللي هو إنزيم مادة التفاعل. معناها قال لك أعطيني، قال لك وضح لي كيف يتشكل المعقد الإنزيمي. إذا التوضيح، هنا قلنا بلي المعقد الإنزيمي يحدث من التكامل البنيوي، من يكون عندنا تكامل بنيوي بين الركيزة وماذا؟ يكون عندنا تكامل بنيوي بين الركيزة والموقع الفعال للإنزيم.
من فضلكم نتمنى تتبعوا مع الشرح وما تبقاش تطرحوا في أسئلة خارجة على الموضوع. من فضلكم حاولوا إذن نكملوا في التوضيح. واش يقول لك في التوضيح؟ نقولوا يتشكل، نقولوا يوجد تكامل بنيوي نتيجة التكامل البنيوي بين الركيزة والموقع الفعال. نتيجة التكامل البنيوي بين الركيزة والموقع الفعال ماذا يحدث؟ يحدث ارتباط. نتيجة التكامل البنيوي بين الموقع الفعال تنشأ ولا تحدث، تنشأ لنا ماذا؟ تنشأ لنا روابط. احنا قلنا باللي أن الموقع الفعال هذا فيه أحماض أمينية لتشكل الروابط، أحماض أمينية لتقوم بالتفاعل. الأحماض الأمينية إذن حيث تشكل روابط ولا حيث تنشأ روابط انتقالية. انتقالية معناها روابط ضعيفة، روابط ضعيفة بين بعض النهايات للجذور، لبعض نهايات الجذور للأحماض الأمينية، بعض نهايات الجذور للأحماض الأمينية المكونة للموقع الفعال، و تكون عندنا تشكلنا روابط، تكون الروابط هذه بين جذور ولا نهاية جذور بتاع الأحماض الأمينية المكونة للموقع الفعال والركيزة، وبالتالي التأثير عليها، وبالتالي تستطيع كي تثبتها تستطيع التأثير عليها، وبالتالي تشكل المعقل الإنزيمي، وبالتالي تشكل المعقد الإنزيمي. الآن قال لك ماذا تستنتج؟ الآن إلى حد الآن الأمور واضحة؟ إلى حد الآن الأمور واضحة؟ إلى حد الآن في التوضيح الأمور واضحة. قلنا أنه في التوضيح تتشكل لنا روابط انتقالية نتيجة وجود تكامل بنيوي بين الركيزة والموقع، تتشكل لنا روابط انتقالية. هذه الروابط الانتقالية تسمح بتثبيت الركيزة والتأثير عليها. هذه هي كيف يتشكل، هذه هي كيف يتشكل واش نعاود لك نانا، هذه ناناني واش نعاود لك؟ روابط انتقالية بون. شوفوا كاين جوج أسئلة، واحد قال لي ما هي الروابط الانتقالية، واحد قال لي هل الروابط الانتقالية هي نفسها الروابط التكافؤية؟ لا، رابطة انتقالية هي من الاسم تاعها انتقالية، معناها هي رابطة لفترة محددة. هذا الرابطة واش تدير؟ تسمح للإنزيم بتثبيت الركيزة حتى يؤثر عليها. باش الإنزيم يؤثر على الركيزة لازم يثبتها. هذه الروابط الانتقالية تسمح بتثبيت الركيزة مدة معينة حتى يؤثر عليها الإنزيم. كي يؤثر عليها الإنزيم ويحولها تنفصل ولا يتم تتلاشى هذيك الروابط، هذا اللي يسموها رابطة انتقالية. العمل الهدف تاع الرابطة الانتقالية هذا هو تثبيت الركيزة فترة التأثير عليها باش يأثر عليها الإنزيم. مجرد أن يأثر عليها الإنزيم ويحولها سواء البناء ولا هجولة تنفصل ذيك الروابط وتنفصل الركيزة عن الإنزيم. هذه الروابط الانتقالية. أما الروابط التكافؤية هي الروابط التي هي الروابط القوية التي تحافظ على ثبات البروتينات مثل الجسور الكبريتية. الجسور الكبريتية هي روابط تكافؤية. هذه الروابط التكافؤية هي الروابط التي تحافظ على ثبات، هي روابط قوية وروابط دائمة تحافظ على ثبات بنية
البروتين، وبما ان الانزيمات بروتينات فهي كذلك تحافظ على ثباتها. اما عندنا الغير تكافؤيه مثل الهيدروجينات، مثل الرابطه الهيدروجينيه وكذلك الرابطه الشريديه، هذه روابط غير تكافؤيه. والروابط المنهيه غير تكافؤيه معناها روابط هشه تتاثر بدرجه الحراره بالخف، تتاثر بالخف بدرجه الحراره، وتتاثر كذلك بالبي اش بالخف. هذه الروابط الغير تكافؤيه. فالروابط التكافؤيه قلنا هي روابط قويه. الرابطه الانتقاليه هي رابطه لفتره محدده، بمجرد انتهاء تلك الفتره تتلاشى هذه الرابطه. الان واضح فيما يخص الروابط؟ واضح فيما يخص الرابطه الانتقاليه والرابطه التكافؤيه؟ ديزل توب رانا كي انا في واحد نمت 3 ملي بدينا، لكن ما تخافش راك تلقى، تبع معنا تبع معنا، وراك نخلي لا فيديو هذه نخليها باذن الله باش تقدر تشوفوها في اي وقت. قلنا انه الان نروح مباشره الى تكمله الاسئله. في تكمله الاسئله واش يقول لك؟ يقول لك ماذا تستنتج من هذا الحوايج؟ شنو تستنتج من اللي وجود تكامل بنيوي بين الركيزه والموقع الفعال؟ ماذا نستنتج؟ اذا في الاستنتاج تقول له يحدد التكامل بين الموقع. احنا على بالنا باللي بعد وجود تكامل بنيوي، كيف كاين تكامل بنيوي بين الركيزه والموقع الفعال، هذا التكامل يؤدي الى ماذا؟ كيكون كاين تكامل بنيوي بين الركيزه والموقع الفعال، لاحظوا هنايا كاين الموقع الفعال متباعد، جات الركيزه كي اقتربت الركيزه، هنا ما كانش كاين تكامل بنيوي، هنا لم يكن وجود تكامل بنيوي باسكو كانت، لاحظوا الموقع الفعال كيفاش كان، لاحظوا الموقع الفعال كيفاش ولا. نقول عند عدم وجود تكامل بنيوي بين الركيزه والموقع الفعال، عند اقتراب الركيزه من الموقع الفعال، اقتربت الركيزه من الموقع الفعال واش دارت له؟ حفزته على تغيير شكله، حفزته على تغيير شكله، وهذا حتى يتكامل بنيويا معها، حتى يتكامل بنيويا معها. احنا قلنا في وجود التكامل البنيوي ترتبط مباشره، في غياب التكامل البنيوي الان لاحظوا هذه البنيه كيفاش دايره وهذا كيفاش داير. في غياب التكامل البنيوي نديرو الاستنتاج، في غياب التكامل البنيوي بين الركيزة والموقع الفعال، كيكون غياب التكامل البنيوي بين الركيزة والموقع الفعال ماذا يحدث؟ حين اقتراب ولا عند اقتراب الركيزة، عند اقتراب الركيزة من الإنزيم تحفزه على تغيير شكله، تحفزه على تغيير شكله. كي تقترب هذه الركيزة منا تحفز الإنزيم باش يغير شكل الموقع الفعال تاعه، وبالتالي على تغيير شكله الفراغي، وبالتالي التكامل معها معناها كي يغير الشكل تاعه يولي متكامل مع الركيزة، وكي يتكامل مع الركيزة تحدث الارتباط ولا التثبت بحدوث روابط انتقالية، ثم بعد ذلك يحدث الارتباط أو التثبيت بتشكل روابط انتقالية. وهذا ماذا نستنتج؟ هذا التكامل واش نسموه حنا على بالنا بلي التكامل كي تقرب الركيزه وتحفز نسموه بالتكامل المحفز، نديرو وبالتالي التكامل محفز. استنتجنا بلي هذا التكامل هو تكامل محفز.
إذن هذا هو التكامل المحفز. لحد الآن كملنا من الجزء الأول من التمرين. نروحوا لي كملنا من الجزء الأول من التمرين روحوا لي الجزء الثاني. روحوا لي الجزء الثاني. في الجزء الأول هذا حبوا يحكوا لكم على الموقع الفعال، ويحكوا لكم بلي أن الموقع الفعال ضروري لارتباط الركيزة مع الإنزيم. الآن روحوا لي الجزء الثاني. الثاني هذا واش يقول لك؟ يقول لك لدراسة تأثير الإنزيم ولا النشاط الإنزيمي بتغير شروط الوسط. معناها الآن حابين نعرفوا تأثير شروط الوسط على النشاط الإنزيمي. وحنا من شروط الوسط درسنا درجة الحرارة ودرسنا pH الوسط. الآن حابين نعرفوا هاد درجة الحرارة و pH الوسط شنو التأثير تاعهم على الإنزيم. داروا هاد الدراسة، قال لك قيس النشاط الإنزيمي بدل تغير درجة pH ودرجة الحرارة. أعطانا الوثيقة الأولى هذه، الوثيقة الأولى أعطانا pH الوسط وأعطانا النشاط الإنزيمي. شوفوا كيفاش أعطاكم، تبعوا معايا مليح. أعطانا من الصفر 1 2 3 4 5 6 7 8 حتى 10. عطانا حتى 10، انا بي اش من 0 حتى 10. عطانا كذلك نشاط انزيمي، هنا قال لك 0 0.2 0.2 هنا عفوا 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 وهنا عطاك 0.3. هذه فيما يخص النشاط الإنزيمي، فيما يخص النشاط الإنزيمي. الآن فيما يخص درجة الحرارة، هذه فيما يخص النشاط الإنزيمي. فيما يخص درجة الحرارة عطانا المنحنى كيما هكا، لاحظوا المنحنى طهلنا، عطانا هذه سرعة التفاعل وعطانا هذه الزمن. قال لك ها عطانا المنحنى ديال كيما هكا تحت، قال لك هذه في درجة حرارة 60 درجة و 0 درجة. كي تكون درجة حرارة 60 درجة و 0 درجة، لاحظوا بلي أن التفاعل يكون منعدم. هذه قال لك فيها 20 درجة مئوية، وهذه سرعة التفاعل في 35 درجة مئوية، في 35 درجة مئوية. ميمي ماشي تكامل تحويلي، نقولوا تكامل تحفيزي مش تحويلي، تحفيزي. عندنا الموقع الفعال هذا غير البنيه، حفزت الموقع الفعال على تغيير الشكل تاعه. هذا تحفيزي وليس تحويلي. تحويلي كي حولنا الانزيم يحولنا ماده الى ماده اخرى نقولوا تفاعل تحويلي، اما هذا نقولوا تكامل. ماناش نقولوا تفاعل، انا نقولوا تكامل. معناها التكامل بين الركيزه والموقع الفعال تكامل، تكامل تحفيزي ماهوش تكامل بنيوي. تكامل تحفيزي، تكامل بنيوي محفز ماشي تحويل. تحويل حاجه واحده اخرى، تحويل انه الناتج تاع العمل تاع النشاط الانزيمي. واش هو الناتج تاع النشاط الانزيمي؟ هو اما الإيماها او التحويل او هذه هي. الان روحوا لي الاسئله. قالك السؤال 1 الف، قالك ارسم منحنى تغيرات النشاط الانزيمي بدلاله بي اش الوسط. كيفاش ترسم المنحنى؟ انتما بالتاكيد غادي تدو معكم اوراق مليمتريه، وهما غادي يعطوكم اوراق مليمتريه. دير بي اش الوسط هنا، بي اش الوسط ديرها هنايا، تكتب قد عندك. معناها هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عفوا
ساعه وعشرة. دير بي اش الوسط تاعك هنا ودير هنايا سرعه التفاعل الانزيمي. كذلك هنايا انت تقسم هذه الكرويات هنايا تاعك وتكتب سرعه التفاعل الانزيمي من 0.1 حتى 0.8، وبعد ذلك تروح دير تعيين. قالت مثلا عند 0 تساوي 0 دير نقطه، عند 1 تساوي 0.1 ندير نقطة، عند 2 تساوي 0.2 ندير نقطة، عند 3 تساوي 0.3، عند 4 تساوي 0.4، عند 5 تساوي 0.5، 0.6، 0.6، 0.7، ومن بعد ذلك هكا، ومن بعد عند 9 تزيد تنقص، ومن بعد عند 10 تعاود تولي تنقص. لاحظوا نرسمو المنحنى تاعنا يجي هكا، هذا هو المنحنى تاعنا، هذا هو الشكل تاع المنحنى تاعنا. السلم انت دير على حساب واش عطاوك، السلم دير على حساب واش عطاوك. الان المنحنى هذا واضح، منحنى سرعه التفاعل واضح، منحنى سرعه التفاعل واضح. اذا الان مادام هذا المنحنى رسمه كيما هكا، بعد ذلك واش قال لك؟ قال لك من ترسم هذا المنحنى ماذا تستنتج؟ شكون يعطيني الاستنتاج ماذا تستنتج من رسم المنحنى؟ كون يجيك سؤال كيما هذا ماذا تستنتج؟ الوحده خدم بالوحدات اللي عطاهم لك هما، خدم بالوحدات اللي عطاهم لك هو. محمد يقول لك بلي كل ما زاد البي اش زاد سرعه التفاعل الى ان يصل الى قيمه اعظم. يا واش هما واش هي الملاحظه اللي لاحظوها منا؟ الملاحظه اللي لاحظوها، شوف باش تعرفوا الملاحظه انه ما تغلطوش، ما تقولوش بلي انه لاحظوا، ما قالكش حلل لي، قالك اعطيني الاستنتاج تاعك، قالك اعطيني الاستنتاج ماذا تستنتج من هذا، قالك اعطيني الاستنتاج ماذا تستنتج من هذا المنحنى، ما قالكش اعطيني التحليل تاعك باش تقول له شوفوا. وكان دير كان تروح تكتب لها بلي نلاحظ ان سرعه التفاعل الانزيمي تزداد بزيادة البي اش الوسط حتى تصل الى قيمة اعظمية، ومن بعد كذلك تتناقص، راه قاعد في التحليل واش قاعد في الاستنتاج، وهذا شيء خاطئ. كيفاش نديرو الاستنتاج تاعنا؟ هو واش عطاك؟ قال لك بين الدرسو نولو للسنة اللي عطاهنا، هو قال لنا بين الدرسو النشاط تأثير بين الدرسو النشاط الانزيمي وتأثير الوسط عليه، تأثير عوامل الوسط على النشاط الإنزيمي، من بين عوامل الوسط هي البي اش. معناها شنو نقولوا؟ نقولوا أنه النشاط الإنزيمي يتأثر بماذا؟ ببي اش الوسط. في الاستنتاج لقينا من هذه التجربة ولا من هذه المعطيات اللي عطاهم لنا هو، لقينا بلي أنه حقيقة أنه النشاط الإنزيمي يتأثر بدرجة البي اش. باسكو لاحظوا في بي اش واحد ماهوش كيما بي اش 2، ماهوش كيما بي اش 3، ماهوش كيما بي اش 4، كل نشاط في كل بي اش يختلف النشاط الإنزيمي. إذا من هنا نقول أنه النشاط الإنزيمي يتغير بتغير بي اش الوسط، وبالتالي البي اش الوسط يؤثر على النشاط الانزيمي ويكون اعظم عند بي اش يساوي 8، وبالتالي القيمه العظمى دي وبالتالي لكل عفوا لكل انزيم بي اش خاص به، وبالتالي لكل انزيم بي اش خاص به، بحيث تكون البي اش هذا تكون البي اش هذه يكون العمل تاعها اعظم عندها. الان الاستنتاج هذا واضح،
إذا نكملوا مع بعضنا. قال لك حلل الآن، قال لك با، قال لك حلل النشاط الإنزيمي في الوثيقة هذه، الوثيقة تاع درجة الحرارة، قال لك أعطيني التحليل. الآن تعطي في التحليل تاعك، قال لك أعطيني التحليل وماذا تستنتج، كيفاش نحلو؟ غادي نديكم طريقة جديدة للتحليل وحكيو عليها وشفاو عليها مليح. غادي نديو مع بعضنا طريقة جديدة للتحليل وشفاو عليها كيفاش نحلو. جاكم منحنى كيما هذا ولا بليبا تاع في كامل الأسئلة في كامل التمارين تاع الإنزيمات، يجيكم يا هذا يا المنحنى هذا يا المنحنى تاع تأثير البي اش، دائما يجيبوا المنحنيات هذو. الآن غادي نديرو مع بعضنا الطريقة للتحليل بالطريقة الجديدة، راكم معايا؟ غادي نديرو مع بعضنا التحليل بالطريقة الجديدة. شوفوا واش ديروا. اول حاجه في التحليل كي تبغى تبدا في التحليل، اول حاجه كتبوا عنوان الوثيقه. عنوان الوثيقه هذا واش نروح ونقرأ باش نكتبوا عنوان الوثيقه؟ هذا اول حاجه واش هي عباره عن منحنيات، نقولوا هي منحنيات. منحنيات هذه تاع واش؟ منحنيات لسرعه التفاعل، سرعه التفاعل الانزيمي بدلاله الزمن. سرعه التفاعل الانزيمي، عفوا ليس بدلاله الزمن، سرعه التفاعل الانزيمي في سرعات في درجه حراره مختلفه بدلاله الزمن. اذا كيفاش نسمو الوثيقه تاعنا؟ نقولوا هي منحنيات. الوثيقه عباره عن واش؟ عن منحنيات. هذه المنحنيات تاع واش؟ تاع سرعه التفاعل، منحنيات لسرعه سرعه التفاعل في درجه حراره مختلفه بدلاله الزمن. اذا نقولوا الوثيقه عباره عن منحنيات لسرعة التفاعل الإنزيمي، التفاعل الإنزيمي بدلالة الزمن في درجة حرارة مختلفة. هذا هو هنا كملنا 25% من التحليل. الآن نروحوا للملاحظات، نجيبوا الملاحظات تاعنا اللي قاعدين نشوفوا فيها. لاحظوا عندنا ثلاث منحنيات، عندنا المنحنى الاول في درجه حراره 0 و60، نبداو به هو الاول ب 0 و60. في 0 و60 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان النشاط الانزيمي عند درجه 0 و60 منعدم. هنا كملنا من المنحنى الاول، المنحنى الاول هذا منعدم، النشاط عند 0 و60 منعدم. نروحوا عند 20 الان، واش نلاحظوا؟ عند 20 نلاحظ ان النشاط الانزيمي عند درجه 20 يكون ماذا؟ يكون متوسط. يكون النشاط الإنزيمي هذا عند الدرجة 20، ولا نقولوا عند الدرجة، نلاحظ أن النشاط الإنزيمي عند الدرجة 20 يقل. نلاحظ أن النشاط الإنزيمي عند الدرجة 20 يقل. هاو باسكو لاحظوا كان راحوا 35 و20، لاحظوا بأن يقل. الآن عند 35 نلاحظ أن النشاط الإنزيمي عند 35 يكون أعظميا، يكون في القيمة العظمى، في القيمة القصوى تاعه يكون في 35. كي تكون درجة الوسط 35 درجة، ومن بعد ذلك 20 نلاحظ أنه يقل، 60 و 0 و60 نلاحظ أنه واش ينعدم تماما. الآن تبعوا معايا، حنا درنا التحليل، درنا الملاحظة تاعنا. إلى طلب منك الاستنتاج، إلى لقيت تحت السؤال تاع التحليل استنتج. ما تكتبش الاستنتاج في التحليل، كتبه وحده. إلى ما لقيتش استنتج، روح دير الاستنتاج تاعك، دير استنتاج بسيط. مثلا حنا نفرضوا باللي
ما لقيناش كلمة استنتج، لقينا مباشرة حلل. واش نديرو في الاستنتاج تاعنا؟ الاستنتاج تاعنا نديرو بأن الاستنتاج تاعنا نديرو استنتاج نديرو أن لكل إنزيم، ولا نديرو أن درجة الحرارة تؤثر على النشاط الإنزيمي، درجة الحرارة تؤثر على النشاط الإنزيمي، ولا نقولو تغير درجة الحرارة يؤدي إلى تغير في سرعة التفاعل الإنزيمي، ولا في سرعة النشاط الإنزيمي. هذا هو الاستنتاج اللي نديروه. الى ما طلبوش من الاستنتاج، الان مادام هما طلبوا من الاستنتاج واش نديرو؟ نكتبوا الاستنتاج تاعنا. الاستنتاج تقولنا تغير درجة الحرارة يؤدي الى تغير السرعة ولا سرعة التفاعل الانزيمي، يؤدي الى تغير سرعة التفاعل الانزيمي. هذه الحاجه اللي نستنتجوها، نستنتج بانه كي تغير سرعه كي تغير درجه الحراره يتغير واش يتغير لنا سرعه التفاعل الانزيمي، وبالتالي لكل انزيم درجه حراره مثلى، لكل انزيم درجه حراره مثلى اللي هي يسموها الدرجه الفيزيولوجيه، الدرجه الفيزيولوجية. في هذه الحالة هي 35 درجة مئوية، في هذه الحالة في هذا الإنزيم هي 35 درجة مئوية. إلى حد الآن الأمور واضحة؟ مقرني فاطمة، وش هي الحاجة اللي مشي واضحة؟ بالنسبة للاخر ما نكتبوش، كي نديرو التحليل ما نكتبوش التفسير، التحليل وحده والتفسير وحده. كي نديرو التحليل نكتبو معاه استنتاج، استنتاج بسيط. التحليل كيقول لك حلل، دير التحليل تاعك اكتب استنتاج بسيط، هذا هو التحليل. ما نزيد مقراني فاطمة، ما نزيدولهش التفسير، تحليل وحده والتفسير وحده. تفسير كي يطلب منك التفسير ديري التفسير. فاطمة كي يطلب منك التفسير ديري التفسير، ما طلبش منك التفسير ما ديريش. دوك كان جو، دوك كاين اسئله تاع التفسير دوك تفهموا، ما ت... ما ت... ما ديروش، ما تقلقوش. دوك نجيو، كاين اسئله تاع التفسير في السوجي هذا، دوك نديرو التفسير ما تقلقوش. الان فهموا لي طريقه التحليل هذه. هنا في طريقه التحليل هي عباره عن منحنيات، نديرو العنوان الوثيقه، بعد ذلك نديرو الملاحظه تاعنا، بعد ذلك نديرو استنتاج بسيط للملاحظه. هذا في حاله طلب منكم التحليل بدون استنتاج، ديروا هذه الطريقه. في حاله انه طلب منكم التحليل وبعد ذلك جاء مباشره بعد التحليل الاستنتاج، ديروا غير هنا حبسوا عند الملاحظات وروحوا كتبوا الاستنتاج تاعكم، باسكو ديجا راه طلب منكم بالطريقه القديمه. الا ما طلبش منكم وطلب منكم غير التحليل بدون استنتاج، ديروا هذه الطريقه تاع التحليل وديروا استنتاج بسيط. معناها نتوما سواء طلب منكم الاستنتاج ولا ما طلبهمش منكم، كيقول لكم حلل، سواء طلب منكم الاستنتاج ولا ما يطلبش منكم، ديروا الاستنتاج. هذه هي الخلاصه اللي نقولها لكم. كي يجي في كلمه حلل، سواء طلب منكم الاستنتاج ولا ما طلبهاش منكم، ديروا استنتاج بسيط. الا ما طلبهاش منكم راه يدخل في التحليل، يدخل في نقطه التحليل. الا طلبها منكم غادي تكون عندها نقطه واحده. سي بون، هذا فيما يخص التحليل. واضح الامر فيما يخص التحليل؟ ميمي عطيتكم وقت البث، راني حاطه في الفلاشان، تقدري تلقيه، راني حاطه من البارح تقريبا، راني في من البارح راني حاطه باللي الوقت هذا ندير فيه بث. سي بون،
الآن كملنا من التحليل بالطريقة الجديدة، نروحوا الآن قال لك للسؤال الثاني. هنا الحاجة للتفسير، الآن الحاجة للتفسير، قال لك كيف تفسر النشاط الإنزيمي عند القيم التالية؟ عطاك قيم، قال لك عند البي اش يساوي 8، قال لك كيفاش تفسر النشاط الإنزيمي عند البي اش يساوي 8 وعند باقي القيم معناها أقل من 8 وأكثر من 8. هنا قال لك فسر في التفسير، واش دير لك في التفسير؟ هو الإجابة عن السؤال كيف ولا لماذا. هنايا لماذا تغير النشاط الإنزيمي عند 8؟ لماذا تغير النشاط الإنزيمي عند 8 وعند البي اش أخرى؟ هذا السؤال اللي جاوب عليه في التفسير، لماذا؟ وتعطيه سبب علمي للتغير. الآن كي غادي نجو للتفسير واش ديرو؟ في التفسير غادي نحتفظوا بالوثيقة هذه. انتوما كنتو في البكالوريا، عفوا، كنتو في شهادة البكالوريا وعطاكم هذا الجدول وقال لكم، قال لك فسر لي اختلاف النشاط الإنزيمي باختلاف البي اش تاع الوسط. ما تروحش تحكي لها تقول لها الصفر المفسر انه عند الصفر يساوي الصفر، ها على واش المفسر عند واحد يساوي الواحد على واش؟ شوف روحوا دو 8، حنا عطانا القيمة الأعظمية عند 8، روحوا نديروا عند بي اش يساوي 8، عند بي اش يساوي 8 نفسروا عند بي اش يساوي 8 ونزيدوا نفسروا، لاحظوا باللي من بي اش يساوي 8 يبدا يتنقص 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 الى ان ينعدم. نفسروا اقل بي اش اقل من 8، كيكون بي اش الوسط اقل من 8 هذه الزاويه، ونفسروا بي اش اقل من 8، هنا عند بي اش يساوي 8 بي اش اقل من 8، ونزيدوا نفسروا عند بي اش اكبر من 8. لاحظوا ثاني باللي بي اش كيزيد بي اش راه قاعده ينقص، ونفسروا كذلك عند بي اش أكبر من 8. إذا نبدأ عند بي اش يساوي 8. بي اش يساوي 8 تكون سرعة التفاعل الأعظمية، ولماذا تكون سرعة التفاعل الأعظمية؟ لأنه قلنا أنه البي اش هذا يساوي 8 هو القيمة المثلى للبي اش بالنسبة لهذا الإنزيم. وفي القيمة المثلى تاع الإنزيم هذا واش يكون؟ يكون الإنزيم مستقر. أول كلمة لازم تركز عليها تقولها بلي الإنزيم في بي اش يساوي 8 يكون الإنزيم مستقر، معناها الإنزيم ما يفقد ما يتأيش الإنزيم. كلمة مستقر معناها انه الانزيم لا يتأيد، معناها ما يفقدش بروتونات وما يكتسبش بروتونات. تقول له عند بي اش يساوي 8 يكون الانزيم مستقر. ركز لي على كلمه مستقر، باسكو كلمه مستقره ما نقطو لك عليها، كلمه مهمه جدا. عند الانزيم عند بي اش يساوي 8 يكون الانزيم مستقر. علاه تكون القيمة أعظمية؟ لأن الإنزيم يكون مستقر، وبالتالي حدوث تكامل بنيوي بين، كيكون الإنزيم مستقر يحدث لنا تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزة. كيفاش يحدث لنا هذا التكامل البنيوي بين الموقع الفعال؟ بتشكل روابط بين النهايات ولا بين نهايات الجذور، بين نهايات الجذور اللي هي الجذر الأرض، بين نهايات الجذور للأحماض الأمينية المكونة، بين نهايات الجذور للأحماض الأمينية المكونة للموقع الفعال والركيزة، وبالتالي حدوث التفاعل، وبالتالي حدوث التفاعل ومنه تكون سرعة التفاعل أعظمية، وبالتالي حدوث التفاعل ومنه تكون سرعة التفاعل أعظمية. الآن هذا فسرنا عن بي اش يساوي 8، الأمر واضح عند بي اش يساوي 8.
ديزات تيب يقول لك وقتها تزيد دير بث اخر، يعني كل مره نخبركم باذن الله، كل ما نبغي ندير بث يعني نخبركم في القناه ولا في الصفحه تاعنا، هكا باش تقدروا تكونوا على بالكم، باسكو ما على باليش وقتها نعاود نزيد نعاود ندير بث، لهذا كل ما ان شاء الله بنبغي ندير بث يعني نزيد نخبركم. اوكي هذا ديجا رانا رانا درنا عند بي اش يساوي 8، الان نروحو نديرو عند بي اش نفسرو عند بي اش اكبر عند بي اش اصغر من 8 وعند بي اش اكبر من 8. عند بي اش اصغر من 8 علاه كيولي بي اش اصغر؟ كل ما صغر بي اش على 8 نجاوبو على هذا السؤال في التفسير، لماذا كلما قل البي اش عن 8 تنقص سرعه التفاعل الانزيمي؟ الان نقولو نفسر تناقص سرعة التفاعل الإنزيمي بتناقص البي اش بماذا؟ بأن الإنزيم كي يتغير عليه البي اش ماذا يحدث له؟ تحدث له عملية التأين، نفسر بتأين بحدوث عملية التأين للنهايات، هذه النهاية تاع الجذور تتأين، إما تتأين هنا مادام بي اش هذا بي اش اي يساوي 8، مادام بي اش اي يساوي 8 معناها هذا راه قاعدي في وسط حامضي، كي نحطو هذا قاعدي نحطو في بي اش يساوي مثلا 5 يولي هذا قاعدي في وسط حامضي، كي يولي قاعدي في وسط حامضي شي يدير؟ يكتسب بروتونات من الوسط، معناها هذا الانزيم غادي يكتسب بروتونات، وبالتالي كي يكتسب بروتونات هذيك البروتونات تغير من الشحنه، تغير من الشحنه تاع الانزيم خاصه بالنسبه للموقع الفعال، مما يؤدي الى عدم تشكل الروابط بين الركيزه والموقع الفعال. اذا نفسر تناقص سرعه التفاعل الانزيمي كلما قل بي اش الوسط عن 8 بماذا؟ بتأين النهايات الجذرية للأحماض الأمينية، نفسرها بلي أنها تتأين النهاية الجذرية هذه الحرة تتأين تاع الأحماض الأمينية خاصة أحماض الأمينية للموقع الفعال، باسكو هي المهمة للموقع الفعال. كي تتأين هذه النهايات؟ تتأين بماذا؟ باكتساب بروتونات، تتأين باكتساب بروتونات عند بتأين النهايات الجذرية للأحماض الأمينية خاصة الأحماض الأمينية للموقع الفعال، مما يؤدي إلى واش؟ إلى تغير شحنة البروتون، إلى تغير شحنة الانزيم، وبالتالي عدم تشكل الروابط بين الانزيم والركيزه. عند تتأين الجذريه الاحماض الامينيه خاصه عند الموقع الفعال وتصبح شحنه الانزيم، ونقول شحنة الموقع الفعال تصبح شحنة الموقع الفعال موجبة، تصبح شحنة الموقع الفعال كي تصبح شحنة الموقع الفعال، حنا قلنا بلي شرط أساسي باش يرتبط لازم يكون مستقر، هنا تبدلت الشحنة تاعها ولات شحنة الموقع الفعال ولات موجبة، وبالتالي هذه الشحنة تمنع من حدوث روابط انتقالية بين الركيزة و الموقع بين الركيزة والموقع الفعال. عند بي اش يساوي 8 نفسر، تكتبوا نفس هذه، نفسر تناقص التفاعل الانزيمي كلما زاد بي اش الوسط عن 8 بتأين النهايات الجذرية للأحماض الأمينية خاصة الأحماض الأمينية للموقع الفعال، وتصبح
وتصبح شحنة الموقع الفعال سالبة. Parce que là, هذا بي اش هذا بي اش اي انا نعتبره بي اش اي تاع الانزيم باسكو هو درجه البي اش المثلى بالنسبه للانزيم. كي نجيبوا بي اش كي نجيبوا الانزيم هذا نحطوه في درجه تساوي 10 شيولي يولي هذا حامضي باسكو راه اصغر من 10 يولي حامضي في وسط قاعدي. كي يولي حامضي في وسط قاعدي غادي يسلك سلوك حامضي معناها غادي يفقد الحمض الانزيم غادي يفقد بروتونات لصالح الوسط. كيف يفقد البروتونات لصالح الوسط يولي الشحنة تاعه سالبة. كي تولي الشحنة تاعه سالبة هذا يمنع من تشكل روابط انتقالية بين الركيزة والموقع الفعال. إذا سواء عند درجة المثلى نعاود نفكروا عند درجة المثلى يكون الإنزيم مستقر وبالتالي يحدث ارتباط يحدث تشكل روابط انتقالية بين الركيزة والموقع بين الركيزة والموقع الفعال وبالتالي تثبيت الركيزة والتأثير عليها. كي يكون بي اش كبير ولا صغير عن الدرجة المثلى ماذا يحدث؟ يحدث تأين اما بفقدان بروتونات او اكتساب بروتونات وبالتالي هذا التأين يؤدي الى تغير الشحنة. وكي تتغير الشحنة يولي هذيك الروابط الانتقالية اللي كانت تتشكل بين الركيزة والموقع الفعال لا تتشكل هذيك الروابط وبالتالي عدم تثبيت الركيزة وبالتالي عدم تأثير عليها. كي ما يقدرش يثبتها ما يقدرش يأثر عليها وهذا ما يؤدي إلى واش؟ إلى نقصان في سرعة التفاعل. هل الأمر واضح؟ هل الأمر واضح إلى هنا؟ هل الأمر واضح؟ شوف كاين سؤال كاين واحد سألني قال لك وقتها يكون وقتها نكتبوا موجب وقتها نكتبوا موجب وقتها نكتبوا سالب. شوف قيس بي اش درجة بي اش المثلى روحوا عند بي اش المثلى مثلا هنا بي اش المثلى هي 8 مادام بي اش المثلى للإنزيم هي 8 معناها هي بي اش اي كي درجة بي اش المثلى هي بي اش اي بي اش اي تساوي 8 كي يكون بي اش الوسط أقل من بي اش اي نقولوا موجبة نقولوا الإنزيم موجب الشحنة. كي يكون بي اش الوسط أكبر من بي اش اي نقولوا سالب الشحنة نقولوا أن بي اش يصبح سالب الشحنة. فما كيما هذا بي اش اي أكبر من بي اش الوسط أكبر أصغر من بي اش اي موجب بي اش الوسط أكبر من بي اش اي نقولوا سالب. إلى هنا الأمور واضحة. والله آسف الخط مش واضح على باليش كيفاش قادر نصحح هذا الآخر. أجل الحم عرفات هذه هي اسمها القاعدة الحمقالية القاعدة الحمقالية أحسنت. دوك نسي نوضح الخط تاعي كاين اللي غادي تب لون احمر لون احمر ماش واضح. دوك نسي نكبر الكتبة تاعي واش نعاود لك اسميستا هادي واش نعاود لك قلت لنا عاود لنا الشيخ
اوكي شوفي تعال موجب السالب. شوفوا احنا قلنا في التمرين هذا قلنا انه بي اش الملائم للانزيم هذا هو 8. لقينا بي اش درجه بي اش المثلى درجه بي اش المثلى تاع الانزيم هذا هي 8. احنا نعرفوا بلي بي اش اي هي الدرجه المثلى لنشاط الانزيم، معناها هذه الدرجه المثلى هي نفسها بي اش اي تاع الانزيم. نروحوا نقارنوا بي اش الوسط بي اش اي تاع الانزيم باش نعرفوا اسكو هذا غادي يولي بشحنه سالبه ولا شحنه موجبه. نديروا بي اش نديروا هكا، نديروا بي اش الوسط اكبر من بي اش اي. بي اش الوسط يساوي بي اش اي، وبي اش الوسط هذه اصغر هذه اكبر من بي اش اي. الان عندنا ثلاث حالات، تبعوا معي هذه الحالات الموجوده في الحاله العامه اللي يسموها الخاصيه الحلقيه. اذا كان بي اش الوسط اقل من بي اش اي، لاحظوا هنا في الحاله اللي عندنا هنا بي اش اي يساوي 8، بي اش الوسط اقل معناها عنده 5 6 7 6 5 عنده اي واحد من هذا، معناها عنده مثلا احنا عنده 6. لاحظوا بلي بي اش اقل من بي اش اي، ماذا يحدث؟ كي نحطوا الحمض الاميني اللي يكون بي اش تاعه 8 نحطوه في وسط بمثل بي اش تاعه يساوي 6، هذا 8 نسموه قاعدي مقارنة بهذا 6 اللي راه حامضي. هذا قاعدي مقارنة بهذا حامضي، معناها الكبير ندوه قاعدي والصغير ندوه حامضي. الكبير راه فيه الانزيم، معناها نقول الانزيم سلك سلوك قاعدي في وسط حامضي بفقدان باكتساب بروتونات. كي يكتسب بروتونات معناها الكبير هذا غادي يكتسب بروتونات من الوسط الصغير. كي يكتسب بروتونات الحمض الامين يكتسب بروتونات، معناها يزيد على الشحنه السالبه، معناها هذا يولي موجب الشحنه. علاه موجب الشحنه؟ لانه اكتسب بروتونات من الوسط. دائما الانزيم كيكون بي اش تاعه كبير نحطوه في بي اش صغير غادي يكتسب بروتونات من الوسط. كي يكتسب بروتونات غادي تولي الشحنه تاعه موجبه. الان نجيو بي اش اي يساوي بي اش الوسط، هنا يولي معتدل الشحنه. معتدل الشحنه ما يفقد ما يكتسب. هنا كيكون بي اش اي يساوي بي اش الوسط ما يفقد بروتونات ما يكتسبها. الان كيولي بي اش الوسط اكبر من بي اش اي، مثلا هذا هو بي اش يساوي 8 نحطه في 10. 8 هذه و10، 8 راهي حامضي مقارنه بواش 10 اللي هي قاعدي. نروحو الصغير نديرو له حامضي، الكبير نديرو له قاعدي. الصغير هو تاع الحمض هو تاع الانزيم، مادام الانزيم هو الصغير نديروه انه يسلك انه الانزيم يسلك سلوك حامضي في وسط قاعدي. واش معناها سلوك حامضي في وسط قاعدي؟ معناها انه الانزيم يفقد بروتونات لصالح الوسط. معناها الانزيم هو الصغير غادي يفقد بروتونات لصالح الوسط. كيف يفقد بروتونات لصالح الوسط؟ واش غادي تولي الشحنه تاعه؟ تولي الشحنه تاعه سالبه، تولي سالب الشحنه، يولي سالب الشحنه. سي بون فهمتوا هذه تاع السالب والموجب؟ فهمتوا هذه تاع السالب والموجب؟ وي غادي محمد غادي نحلوا البكالوريا كامل، غادي نحلوا التمرين الاول هذا، ما غاديش نحلوا البكالوريا ديال 2015 باسكو ما يكفيناش الحال، نحلوا التمرين هذا تاع الانزيمات. نكملوا الان، نروحوا نكملوا في التمرين هذا. في التمرين هذا قال لك با قال لك ثاني كيف تفسر النشاط الانزيمي. بعد ما درنا النشاط الانزيمي عند بي اش، فسرنا النشاط الانزيمي عند بي اش مختلف. الان قال لك كيف تفسر النشاط الانزيمي عند درجه حراره 35 درجه وعند القيم الاخرى. القيم الاخرى شاطانة. الان بنديروا التفسير عند نفسروا درجه الحراره، نفسروا النشاط الانزيمي عند درجه حراره 35 درجه. واش لاحظنا؟ لاحظنا انه عند درجه حراره 35 درجه يكون النشاط وسرعه التفاعل تكون اعظميه. بعد ذلك عند 20 درجه تكون سرعه التفاعل ماذا؟
تقل سرعة التفاعل، نفسروا عليه تقل سرعة التفاعل عند درجة 20 درجة، وبعد ذلك نفسروا عليه عند درجة 0 درجة و 60 درجة تنعدم سرعة التفاعل الإنزيمي. نروح نفسروا مع بعضنا. في التفسير واش نقولوا؟ التفسير عند 35 درجة مئوية. نبدأ ب 35 درجة مئوية، كيفاش نفسرو؟ نقولوا بأن الإنزيم في درجة 35 درجة مئوية يكون مستقر، أكدوا لي على كلمة مستقر، يكون الإنزيم مستقر عند 35 درجة مئوية، يكون الإنزيم مستقر، وبالتالي كي يكون الإنزيم مستقر يحدث ارتباط بين الركيزة والموقع الفعال بتشكل روابط انتقالية، وبالتالي يحدث هذا الاستقرار راجع للبلوس والموان، معناها يكون مستقر ما يكون ما يفقد ما يكتسب، هذا هو معنى الاستقرار، يكون مستقر معناها الشحن تاعها تكون مستقرة، وبالتالي يحدث ارتباط بين الركيزة والموقع الفعال بتشكل الروابط الانتقالية، بتشكل الروابط الانتقالية. الآن الخط راه واضح ياك، الخط الآن راه واضح، الناس اللي عندهم مشكله في وضوح الاخر حاولوا تبدلوا الكاليتي تاع لا فيديو، الكاليتي تاع لا فيديو بدلوها، معناها رجعوها 720 بي، نورمال راهي واضحه. اوكي نحاول نقدم الكاميرا قليلا. والان راهي واضحه، الان راهي واضحه، يعني قدمت الكاميرا. المهم الان راهي واضحه، نكمل. اذا هنا عند 35 درجه يكون الانزيم مستقر، وبالتالي يحدث ارتباط بين الركيزه والموقع الفعال بتشكل الروابط الانتقاليه. الان عند درجه حراره، عند درجه حراره تساوي 20 درجه، عند 20 درجه مئويه، ماذا يحدث عند 20 درجه مئويه، ولماذا تنخفض سرعه التفاعل الانزيمي؟ عند 20 درجة مئوية يبدأ الإنزيم في فقدان الاستقرار، الإنزيم هذا يبدأ بفقدان الاستقرار، كيف يفقد في الاستقرار تاعه؟ يبدأ الارتباط بين الركيزة والموقع الفعال يقل الارتباط بين الركيزة والموقع الفعال، يفقد الإنزيم الاستقرار تدريجيا، معناها كل ما نقصت درجة الحرارة كل ما فقد الإنزيم هذا الاستقرار تدريجيا، وبالتالي كيف فقد الاستقرار يفقد يقل
يقل ارتباط الركيزة مع الموقع الفعال، يقل ارتباط الركيزة مع الموقع الفعال، مما يؤدي إلى واش؟ يؤدي إلى تباطؤ سرعة التفاعل الإنزيمي. نروحوا الآن عند درجة حرارة تساوي الصفر وعند درجة حرارة تساوي 100، وهذا أمر مهم جدا. تاع الصفر وتاع الصفر وتاع 60. الآن عند صفر درجة مئوية ماذا يحدث؟ عند 60 درجة مئوية ماذا يحدث؟ شنو الحاجة اللي تخلي عند الصفر يساوي، عند الصفر درجة مئوية نشاط إنزيمي يساوي صفر، وعند 60 نشاط إنزيمي يساوي الصفر؟ عند الصفر نشاط إنزيمي يساوي الصفر لأنه الجزيئات لا تتحرك في درجة حرارة متجمدة. الصفر هي درجة حرارة التجمد. في درجة حرارة متجمدة الجزيئات اللي هي جزيئات الإنزيم لا تتحرك، وبالتالي لا تحدث اصطدامات بين الركيزة والجزيء، مما يمنع من تشكل المعقد المناعي، وبالتالي تصبح سرعة التفاعل الإنزيمي تساوي صفر. إذا نفسر تفسير دير عند درجة حرارة تساوي الصفر لا تتحرك الجزيئات، لا تتحرك نهائيا، لا تتحرك الجزيئات نهائيا، معناها الحركة تاع الجزيئات هذه لا تتحرك نهائيا. إلى واش؟ كي ما تحركش الجزيئات هذه ما تحركش نهائيا، لا يحدث تصادم، لا يحدث تصادم بين الركيزة، لا يحدث تصادم بين الركيزة والموقع الفعال، لا يحدث تصادم بين الركيزة والموقع الفعال، وبالتالي عدم حدوث تفاعل، وبالتالي عدم حدوث تفاعل إنزيمي. على هذا تكون سرعة التفاعل ولا سرعة النشاط الإنزيمي تكون معدومة. عند 60 درجة مئوية ماذا يحدث؟ عند 60 درجة مئوية، عند 60 درجة مئوية يحدث العكس، مش الجزيئات تولي ما تتحركش، وإنما عند 60 درجة مئوية يفقد الإنزيم درجة الحرارة المرتفعة تقوم بتخريب الإنزيم، درجة الحرارة المرتفعة تقوم بتكسير الروابط، وتكسير الروابط هذا يؤدي إلى تخريب البروتين، وتخريب البروتين يؤدي إلى أنه فقدان البنية، يؤدي إلى أنه الإنزيم هذا يفقد البنية. وكيف يفقد الإنزيم البنية تاعه؟ يتخرب، يفقد البنية تاعه، يفقد الوظيفة. إذا ديروا عند 60 درجة تخرب الحرارة المرتفعة الإنزيم، وذلك بتكسير الروابط خاصة الموجودة في الموقع الفعال، خاصة الموجودة، خاصة تلك الروابط التي تكون موجودة في الموقع الفعال، وبالتالي كي تخرب الإنزيم بدرجة حرارة خاصة تلك التي تكون موجودة في الموقع الفعال، ماذا يفقد؟ يفقد البنية، يفقد البنية الفراغية الوظيفية. كيف فقدنا البنية الفراغية الوظيفية؟ لا يستطيع التكامل مع الركيزة، وهذا ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى توقف التفاعل وتوقف سرعة النشاط الإنزيمي. سيبو، هذا واضح؟ الآن هذا واضح؟ تفسير هذا واضح؟ في درجة حرارة مرتفعة وفي درجة حرارة منخفضة؟
دينا قالت لك ما فهمتش. شوفي دينا، عندنا من خصائص الانزيمات، الا ما كنتش فاهمه الانزيمات هذه حاجه، الا ما كنتش فاهمه هذا التاثير، تاثير درجه الحراره على النشاط الانزيمي مشكله. شوفي هنا نعرفوا بلي درجه منخفضه تقوم بتطبيق الجزيئات. حنا عندنا جزيئات باش تفهميها مليح، عندنا جزيئات تاع الجزيئات كيفاش، جزيئات تاع الانزيم كيفاش ترتبط مع الركيزه. عندنا هذه جزيئه تاع الانزيم، هذه ركيزه، الركيزه هي موجوده هنا والجزيئه تاع الانزيم راهي موجوده هنا. الركيزه هي تقعد تتحرك في اتجاهات مختلفه والانزيم يقعد يتحرك في اتجاهات مختلفه، هذه الحركه تاعهم تؤدي الى ماذا؟ الى حدوث اصطدام. هذا الاصطدام يؤدي الى ماذا؟ الى تشكل معقد انزيمي. هذه في درجه حراره متلى، في درجة حرارة فيزيولوجية متلى. في المثال هنا عطينا درجة حرارة فيزيولوجية متلى هي 35 درجة. إذا الآن كلما نقصت درجة الحرارة تاع الوسط هذه، كلما قلت حركة، كل ما تنقص هذه الآخر كلما تقل حركة الجزيئات. كي تقل حركة الجزيئات تقل التصادمات، كل ما تقل حركة الجزيئات راهي تقل التصادمات، وكي تقل التصادمات يقل تشكل المعقد الانزيمي، وكل ما قل تشكل المعقد الانزيمي قلت سرعه التفاعل الانزيمي حتى نلعبوا الصفر اللي هي درجه التجمد. كي نلعبوا الصفر الجزيئه هذه تبقى في بلاصتها، الجزيئه تاع الانزيم تبقى في بلاصتها، والجزيئه تاع والركيزه تبقى في بلاصتها، وبالتالي كي يبقوا في بلاصتهم ما غاديش الركيزه ما غاديش تقدر ترتبط مع الموقع الفعال. على هذا تقول لي سرعة التفاعل تساوي الصفر لأنه ما قعدش يتكلم معقدات إنزيمية. أما في درجة حرارة مرتفعة يحدث، في درجة حرارة مرتفعة يحدث شيء آخر خلاص. إحنا على بالنا باللي الإنزيم هذا عنده بنية ثالثية أو رابعية، هذيك البنية تكون مربوطة بماذا؟ بروابط. البنية هذيك تكون شدتها روابط، وعلى بالنا باللي درجة الحرارة تؤثر على الروابط الهيدروجينية، درجة الحرارة تؤثر على الروابط الهيدروجينية. كي نحط الإنزيم هذا في درجة حرارة مرتفعة ماذا سيؤدي؟ ستؤدي إلى ماذا؟ هذه الروابط الهيدروجينية تختفي، الروابط الهيدروجينية كي تختفي الروابط الهيدروجينية هذه يتغير شكل الإنزيم، يتغير شكل الإنزيم. كي يتغير شكل الإنزيم غادي يفقد الموقع الفعال تاعه، وبالتالي يفقد الوظيفة. كي يفقد الموقع الفعال تاعه ما يقدرش يتكامل مع الركيزة. هذا هو اللي يحدث في درجة حرارة مرتفعة. الآن الأمر واضح، الأمر واضح الآن. إذا نكملوا الثالث والاخير من هذا التمرين. في الجزء الثالث والاخير واش قال لك؟ في الجزء الثالث والاخير قال لك يوضح جدول الوثيقه 3. شوف عطاكم هذا الجدول، عطاكم جدول كيما هكا. الجدول هذا يحتوي على ماذا؟ يحتوي على مجموعه من الانزيمات، يحتوي على ماده التفاعل اللي هي الركيزه، ويحتوي على نوع التفاعل. هذا هنا الانزيم، هنا ماده التفاعل، هنا نوع التفاعل. ماده التفاعل هي الماده التي يؤثر عليها الانزيم، ونوع التفاعل اسكلها دائماها ولا اكسده ولا، هذا هو نوع التفاعل اللي قصده، هذا هو نوع التفاعل. اذا نكتبوا اللي طاحنا مثلا تريبسين والبيبسين. تريبسين قال لك يأثر على البروتين، البيبسين كذلك يأثر على البروتين. هذا إيماها وهذا إيماها، في جوج غادي يديروا لنا الإيماها. قال لك هذا الجلوكوز أكسيداز، إنزيم جلوكوز أكسيداز. قال لك هذا واش يدير؟ يأثر على الجلوكوز. واش يدير له؟ يدير له أكسدة، أكسدة الجلوكوز. عملية اللي هي عملية أكسدة الجلوكوز. عندنا الجلوكوجين سنتاز، عندنا جلوكوجين سنتاز يأثر على الجلوكوز كذلك. لكن ماذا يدير له؟ العملية هي عملية بناء الجلوكوز.
انطلاقا من الجلوكوجين عندنا المالتاز يؤثر على المالتوز وعمليه هدم والعمليه اماها. عندنا الانزيم ا، عطانا هذا الانزيم ا اللي هو تاع الزمره ا، هذاك اللي يسموه اي ا، انزيم ا هذا تاع الزمره ا. قال لك الماده يؤثر الماده اش، هذه الماده اش واش هي؟ هي قال لك بناء، باش تقوم بعمليه البناء. وعندنا مثلا الاميلاز اللعابي، الاميلاز اللعابي هذه اثر على النشا وعمليه الاماهه او الهدم، عمليه الاماهه او الهدم. الان هذه هي الوثيقه اللي عطاها لنا. في الوثيقه هذه اللي عطاها لنا اش قال لك؟ قال لك السؤال الاول، ما هي المعلومه المستخرجه من معطيات الجدول؟ كي نشوفوا المعطيات تاع الجدول هذه سنستخرجوا، كاين ثلاث معلومات اساسيه استخرجوهم، يعطوني المعلومات اللي نقدروا نستخرجوها من الجدول هذا. كان يجيكم سؤال كيما هذا في البكالوريا، كيفاش تقدروا تجاوبوا عليه؟ ما هي المعلومات المستخلصه؟ من فضلكم خلونا من الرياضيات، خلونا من الاجتماعيات، خلونا الى الى ماكش انتريسي بالكور هذا، ماكش انتريسي بالسيونس، نحبسوا هنايا. قال لك ما هي المعلومات المستخلصة؟ إذا المعلومات اللي نستخلصوها، أول معلومة نستخلصوها 2 3 معلومات اللي نستخلصوها من الآخر. شوفوا دائما تعلموا، روحوا تقروا المعطيات، تقروا المعطيات بالشكل اللي راه حبكم هما تقروه، ما تروحوش تقروا المعطيات من راس تاعكم قادر، باسكو نيشت أجوبة بزاف وهاد الأجوبة كامل ما غاد أجوبة خاطئة في السؤال هذا، هي صحيحة بصح في السؤال هذا غلطة. تولهوا كاين أجوبة صحيحة، صحيحة بالمعنى تاعها، لكن في السؤال هذاك بحد ذاته تكون غلطة، السؤال اللي طلبها منك هو تكون غلطة. على هذا تولهو وتولهو بزاف بزاف بزاف. واش قال لكم هو؟ قال لكم عطوني ماذا تستخلص من هذا الجدول، ماذا تستخلص من هذا الجدول، ولا ما هي المعلومات المستخرجة من معطيات الجدول. الآن روحو نشوفو المعطيات. عطانا مجموعة من الإنزيمات، كل انزيم لاحظوا بلي اثر على ماده التفاعل. كاين انزيمات تاثر على نفس ماده التفاعل، لكن نوع التفاعل يختلف. معناها كل انزيم عنده ماده اثر عليها، عنده نوع تفاعل اثر عليه. اما الحاجه الاولى اللي نستخرجوها واش نقولوا انه تاثير الانزيم يكون نوعي اتجاه ماده التفاعل، باسكو هذه ماده التفاعل. تاثير الانزيم نوعي تجاه مادة التفاعل، تأثير الإنزيم نوعي تجاه مادة التفاعل. مثلا لما كنت ندير ندو التريبسين مع الجليكوز أكسيداز، لاحظوا أن التريبسين يأثر على البروتينات والجليكوز أكسيداز يأثر على الجلوكوز، ومثلا المالتاز يأثر على المالتوز، الإنزيم أي يأثر على المادة أش، أميلاز اللعابي يأثر على النشا. لاحظوا بلي كل إنزيم عنده
عندها مادة تفاعل يأثر على مادة يأثر بتأثير نوعي اتجاه مادة تفاعل واحدة. هذه النقطة الأولى اللي ركزوا عليها. النقطة الزوجة أنه لكل إنزيم تفاعل معين، مثلا هذا التريبسين يعطينا إيماء، الجلوكوز أسيداز يأثر على الجلوكوز، وماذا يعطينا؟ يعطينا أكسدة. الجلوكوز جلوكوجين سانتاز يأثر على الجلوكوز، بصح ماذا يعطينا؟ يعطينا بناء، ما يعطيناش أكسدة. بلي هذا يأثر على الجلوكوز، أثر على المادة الجلوكوز، بصح التفاعل شنو هو؟ أكسدة. هذا يأثر على الجلوكوز نفسه، بصح التفاعل شنو هو؟ بناء. معناها تأثير الإنزيم نوعي اتجاه نوع التفاعل، نوع التفاعل. هنا لاحظوا عندنا جليكوز اكسيداز والجليكوجين سينتاز، هذا في زوج ياثروا على الجلوكوز، ياثروا على نفس ماده التفاعل، لكن واحد ياثر عليها بالاكسده وواحد ياثر عليها بالبناء. واحد يقوم بعمليه بناء الجلوكوز، وواحد يقوم بعمليه بناء الجليكوجين، وواحد يقوم باكسده الجلوكوز. هذا في اتجاه نوع التفاعل. وعندنا كذلك لاحظوا هذا الفيزيوج اثر على الجلوكوز، هذا الفيزيوج هذا التريبسين والبيبسين اثر على البروتينات. عندنا الانزيمات التي تؤثر على نفس الركيزه، هي تؤثر عليها من ناحيه مختلفه. معناها هذا التريبسين اثر على البروتين بإيماها مختلفة، والبيبسين يأثر على البروتين بإيماها مختلفة. معناها الإيماها الارتباط مع الموقع الفعال يكون مختلف، ارتباط تاع البروتين مع الموقع الفعال يكون مختلف. هذا الشيء الثالث. معناها إذا كان إنزيمات أو إنزيمين يؤثران على نفس الركيزة يكون الاختلاف في الارتباط ولا في التأثير في الموقع الفعال. معناها كل واحد يأثر عليها بطريقة مختلفة، رغم أنها إماها إماها، بصح هذا يعطينا إماها المادة معينة، وهذا يعطينا إماها مادة أخرى، ما يعطوناش نفس الناتج. هذا فيما يخص المعلومات المستخرجة. لحد الآن المعلومات المستخرجة واضحة؟ هاد الآن هذه واضحة؟ التالية قال لك ما فهمت، كاينة واحدة طرحت قالت لك ما فهمتش التالية. التالية لاحظي شوف قلنا، قلنا أن التريبسين يؤثر على البروتين والبيبسين يؤثر على البروتين، يعطونا إيماها إيماها. هذا مادام في زوج اثروا البروتين وفي زوج عطونا ايماها، علاه ما كاش ما نديروش غير انزيم واحد وخلاص؟ علاه هذا انزيم وهذا انزيم؟ حنا نعرفوا بلي عمل انزيم نوعي. انزيم هذا تاع التريبسين مثلا يكون كيما هكا، هذه الركيزه قسموها ال ا و ب. هذا التريبسين هذا يرتبط مع الركيزه مثلا في الجزء ا هكا، ويحولها لنا مثلا الى بي واحد. اما البيبسين هذا مثلا، هذا البيبسين هذا، هذه الركيزه، هذا ال ا وهذا البي، يرتبط لنا مع الجزء بي ويحولها لنا لواش؟ يحولها لنا بي 2. معناها الناتج تاع إماهة التريبسين للبروتين يكون هو بي 1، مختلف عن ناتج إماهة البيبسين للبروتين، ماهوش كيف مختلفين. اختلاف هذا الراجع إلى ماذا؟ إلى أن الارتباط مع الموقع الفعال يكون مختلف من ناحية الركيزة، كل واحد يحكم الركيزة من جهة. فهمتوا هذا لكم؟ السؤال هذا مفهوم؟ هل الشيء مفهوم؟ واضح الآن؟
شوف كاين سؤال واحد اخر قال لك بلي ما نعرفش نفرق، ولا قلت لك بلي ما نعرفش نفرق بين نوع التفاعل، بين نوع اتجاه نوع التفاعل ونوع اتجاه مادة التفاعل. شوفوا هذه انواع التفاعلات، هاي نوع التفاعلات، هاي مادة التفاعلات. البيبسين كي نقولوا البيب تريبسين نوع اتجاه مادة التفاعل، اي انه التريبسين يؤثر على مادة التفاعل واحدة وهي البروتين، يؤثر على مادة التفاعل واحدة وهي البروتين. التريبسين هو اللي نسموه احنا البروتياز ان، البروتياز ان الموجود على مستوى المعدة والذي يقوم بالتأثير على جميع انواع البروتينات اللي ناكلها، يقوم بهضم جميع انواع البروتينات وتحويلها اما جميع انواع البروتينات وتحويلها الى متعدد البيبتيدات. هذا هو التريبسين، يؤثر كي نقولوا تاثير نوع اتجاه ماده التفاعل. هذه ماده التفاعل معناها التريبسين هذا اثرنا غير البروتين، التريبسين هذا ما يقدرش ياثر على الجلوكوز، ما يقدرش ياثر على المالتوز، ما يقدرش ياثر على ماده اش، ما يقدرش ياثر على النشا، ما يقدرش ياثر على الدسم. هذا واش نقصدوا ماده التفاعل، اي انه الانزيم يؤثر على ماده تفاعل واحده، هذا نوع اتجاه ماده التفاعل. الان نوع اتجاه نوع التفاعل، التريبسين هذا يقوم بإيماها. احنا عندنا انواع التفاعلات، كاين تفاعل البناء، كاين تفاعل الإيماها ولا تفاعل الهدم، كاين تفاعل التحويل، كاين تفاعل التحويل. الان الانزيم اللي يقوم بتفاعل الإيماها يقوم غير بتفاعل الإيماها، ما يقدرش يقوم بتفاعل البناء، والانزيم يقوم بتفاعل البناء ما يقدرش يقوم بتفاعل واحد اخر، يقوم غير بتفاعل البناء. هذا ما نقصد به بنوع اتجاه نوع التفاعل، معناها الانزيم يقوم بنوع واحد من التفاعلات ويأثر على ماده واحده. كي أثر على ماده واحده نقولوا نوع اتجاه ماده التفاعل، كي أثر على كي يقوم بنوع واحد من التفاعلات نقولوا نوع اتجاه نوع التفاعل. الان هذه واضحه؟ الآن هذه واضحة؟ لسألني السؤال هذا. قال لك كاين سؤال آخر يقول لك ما الفرق بين الإماهة والأكسدة؟ الأكسدة تكون دائما في وجود الأكسجين. أكسدة هي عملية تحويل. أكسدة هي عملية تحويل للجلوكوز، هي عملية تحويل للجلوكوز. أكسدة الجلوكوز في وجود الأكسجين معناها يتم انتزاع المواد تاعه في وجود الأكسجين. الأكسدة دائما تكون بوجود الأكسجين، أما الإيماها فلا تحتاج لأكسجين. الإيماها يتم تبسيط العنصر، يتم تبسيط العنصر. كي نقولوا إيماها كي نقولوا مثلا إيماها نقول مثل إيماهة البروتين، إيماهة البروتين حنا نعرفوا بلي البروتينات هذه متكونة من أحماض أمينية، أحماض أمينية هذه كي ترتبط تعطينا متعدد البيبتيد، متعدد البيبتيد كي يرتبط يعطينا بروتين. كي نديروا إيماهة البروتين غادي يجي تكسير للروابط باش تولي متعدد، تولي عبارة عن سلاسل، هذيك السلاسل تاع متعدد البيبتيد، وبعد ذلك يجي يزيد يكسرنا الروابط باش يحولها لنا لواش الأحماض أمينية. هذه هي عملية إيماهة البروتين. إيماهة البروتين يؤدي إلى ماذا؟ إلى تشكل المادة B اللي هي الأحماض، الناتج يكون هو الأحماض الأمينية. أما في الأكسدة، هنا ما نحتاجوش أكسجين. أما في الأكسدة فالأكسجين شرط أساسي، لأن الأكسدة لا تتم إلا بوجود الأكسجين. الآن هذا واضح؟ والله انتم ماكش مطالبين بتحول النشا الى جلوكوز، لازم بصح لازم تكونوا تعرفوها، مش شرط تحفظوها بس كويس سهله، لازم تكونوا تعرفوها. نور واش ما فهمتش؟ نور واش ما فهمتش ولا واش ما فهمتيش؟
فاروق واش بك؟ فاروق ديزاد واش هو السؤال تاعك؟ اي عاودي طرحي السؤال باسكو ما شتاش، من فضلك عاودي طرحي السؤال. والله الاتصال العصبي ان شاء الله في الايام القادمه، خلونا نكملوا مع الانزيمات ومن بعد في الايام القادمه ان شاء الله نديروا الاتصال العصبي. معليش نظرة عامة، فهمتش سوسو، ما فهمتش واش قاعد تقولي. عبير تفضلي سقسيني. وي عبير تفضلي سقسي، تفضلي سقسي، باسكو بقالنا سؤال قبل ما نكملو هاد السوجي، بقالنا سؤال واحد. واش من معادلة تركيب الجلوكوز هي نفسها المعادلة الإجمالية؟ واش من مجال راكي فيه انتيا؟ إذا نكملوا، بقالنا سؤال واحد، تابعوا معي، بقالنا هذا السؤال وغادي يجيكم بطريقة كتابة النص العلمي، نعطيكم الخطوات اللي تكتبوا بها النص العلمي. الآن قال لك لخص مفهوم النوعية الإنزيمية، معناها واش هو مفهوم النوعية الإنزيمية؟ في التلخيص تقول له أنه الإنزيم، عمل الإنزيم ولا نشاط الإنزيم، نوعية اتجاهها، نوع التفاعل واتجاه مادة التفاعل. هذا هو السؤال الأخير، أنه الإنزيم ولا عمل الإنزيم نوعي اتجاه مادة التفاعل واتجاه نوع التفاعل، هو نوع اتجاه مادة التفاعل واتجاه نوع التفاعل، وهذا ما نسميه بالنوعية المزدوجة، معناها عمل إنزيم نوعي بنوعية مزدوجة. الآن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا التمرين وهو بكالوريا 2015، إلى أن نلتقي في بكالوريات أخرى بإذن الله. الآن وش هي الأسئلة تاعكم؟ وش هي الأسئلة تاعكم فيما يخص التمرين هذا؟ وش هي الحاجة اللي ما فهمتوهاش؟ التماكب هي العناصر التي تتبدل في الصيغة ويكون عندهم نفس التأثير، معناها الصيغة تاعهم مختلفة لكن عندهم نفس التأثير، عنصرين كيميائيين مختلفين في الصيغة لكن عندهم نفس التأثير، هذا هو تفاعل تماكب.
بون غادي نحكيو على المنهجيه وسيل سو بلاي. المنهجيه اللي حكيت عليها بزاف سيل سو بلاي، الى كاين فيديو اللي نفصل لكم المنهجيه فيه كاع واش جا سواء بالنسبه للرياضي او بالنسبه للعلوم التجريبيه لي سيونتيفيك. روحوا لا فيديو تلقاو فيه كافه المنهجيه وكيفاش تجاوبوا على التحليل على كتابه النص على. غادي نزيد نعطيكم نقاط خفيفه هكا في الاخر. الحاجه الاولى اللي قالك تبدلت في المنهجيه هي التحليل. التحليل كيفاش تكتب التحليل تاعك؟ كيقول لك حلل، كيقول لك حلل التحليل. واش تكتب؟ اول حاجه مطالب بها هي عنوان الوثيقه. الشيء الثاني مطالب به هي الملاحظات. تنقل الملاحظات تاعك ولازم تكون ملاحظات عندها علاقه بالقضيه الحاجه اللي كنتو دارسينها اللي كنتو درسوا فيها. والشيء الثالث استنتاج بسيط من الظاهره المدروسه. نديرو استنتاج بسيط من الظاهره المدروسه. هذا فيما يخص التحليل كما حللنا احنا قبيله المره اللي فاتت، كما حللنا في هذا التمرين. الان هذا فيما يخص التحليل. الان فيما يخص كتابه النص، كتابه النص انا ننصحكم دائما قبل ما تكتبوا النص اكتبوا العناصر الضروريه. مثلا عندكم نص حول بنيه الانزيم، ولا حول الموقع الفعال مثلا، ولا حول تركيب البروتين، ولا حول التخمر، ولا حول التنفس، ولا حول المرحله الكيميو حيويه والمرحله الكيميو ضوئيه، حلقه كريبس، اي حاجه عطاوها لكم باش ديروا عليها نص علمي. اول حاجه باش ديروها في ورقه الوسخ اكتبوا العناصر الضروريه. هذه هي كتبوا العناصر الضروريه. مثلا تركيب بروتين، عندنا العناصر الضروريه، عندنا العناصر الضروريه، عندنا مرحلتين. اكتبوا المراحل ثاني، اكتبوا المراحل. عندنا مرحلتين، مرحله مثلا تركيب بروتين، عندنا مرحله الاستنساخ، عندنا الترجمه. مثلا في التركيب الضوئي عندنا الكيمياء الضوئيه والكيمياء حيويه. اكتبوا المراحل تاعكم، ومن بعد اكتبوا العناصر الضروريه. مثلا الاستنساخ شنو هي العناصر الضروريه تاعها، الترجمه شنو هي العناصر الضروريه تاعها، الكيمياء الضوئيه شنو هي العناصر الضروريه تاعها، الكيمياء الحيويه شنو هي العناصر الضروريه تاعها. ونديروا الترتيب الزمني، الترتيب الزمني، الترتيب الزمني للعناصر الضروريه ولا الحوايج اللي قاعده تصرا ولا التفاعلات اللي قاعده تصرا. معناها الترتيب الزمني نديرو بالمثيل كيما في الاستنساخ. عندنا اول حاجه ارتباط، يرتبط الار ان بوليميراز مع بدايه المورثه. الحاجه الثانيه يقوم بفصل الروابط ولا بتكسير الروابط من اجل فصل السلسلتين عن بعضهم البعض. الحاجه الثالثه يجيب النيكليوتيدات الريبيه الحره من خماسيه الاكسجين ولا القواعد الازوتيه يجيبها ويربطها مع بعضها في السلسلة الار ان ام وفق ماذا؟ وفق رامزات الاديان، وفق الرامزات المقابله لرامزات الاديان. هذه هي. ومن بعد ذلك يبقى يتقدم حتى يلحق الى النهايه، حتى يلحق الى نهايه المورثه. كي يلحق الى نهايه المورثه ينفصل عنها، ينفصل الار ان ام. الار ان ام هذا كيدخل فيه اذا كان عند حقيقيه النواه يدخل في كذا. الان تكتب هذا التسلسل الزمني، تكتب التسلسل الزمني اللي قاعد يحدثك. من بعد ذلك كي تكتب هاد الحوايج تروح لكتابة النص. خاطش علاه؟ قادر تقعد تكتب في النص تنسى معلومات مهمة، ولا تنسى مرحلة، ولا تنسى كي دير الترتيب كيما هكا ما تنساش. الآن تروح ترتيب هذا الآخر ترتبهم في نص. في النص واش دير؟ دير المقدمة. المقدمة هي عبارة عن واش؟ مقدمة تتكلم فيها عن الظاهرة بصفة عامة، عن أهمية الظاهرة بصفة عامة. تركيب البروتين أهمية تاعها شاية، تركيب بروتين تقول الاهميه تاعه هو الحفاظ على واش؟ الحفاظ على استمراريه النسل، الحفاظ على بناء الجسم، باسكو اهميه البروتين هذه، البروتينات لديها اهميه في بناء الجسم، في كذلك صيانه الجسم، في المحافظه على الوظائف الحيويه للجسم. لذلك تقولها بلي انه عمليه تركيب البروتين عمليه مهمه تمر بعده مراحل. هذا في مقدمة تمر بعدة مراحل نفصلها في العرض. في العرض الجي تكتب
تركيب بروتين يمر بمرحلتين، هما مرحلة الاستنساخ ومرحلة الترجمة. وتروح الاستنساخ، العناصر تبدأ تكتب استنساخ، تبدأ من أول مرة من يرتبط البوليميراز حتى الانفصال، ومن بعد حتى ليتشكل ال ار ان ام، حتى ليتشكل ال ار ان ام وينضج ال ار ان ام، ومن بعد تروح للترجمة وتبدأ الترجمة كذلك. من اللي تروح ال ار ان ام إلى الشبكة الهيوية الفعالة وتجي الريبوزومات ترتبط عليها ويولي ريبوزوم وظيفي، ومن بعد تبدا الار ان تي الحامله للاحماض الامينيه تجي للمواقع تاعها، الموقع بي والموقع ا، وتكمل له تكمل له تكمل له حتى تحكي له على التطاول، ومن بعد تحكي له على النهايه والانفصال. كي تلحق الاحد الاخر تاع النهايه تاع السطور تنفصل، ومن بعد دير له خاتمه. في الخاتمه واش دير له؟ الخاتمه واش دير له؟ دير له أنه عملية تركيب البروتين مثلا ينتج عنها تمر بمرحلتين، هذه العملية المعقدة كامل من أجل واش؟ من أجل صناعة بروتين. هذا البروتين يكون بروتين، هذا هو بروتين وظيفي يقوم بوظيفة معينة، قد يكون عبارة عن، تقولها البروتين هذا قد يكون عبارة عن إنزيم، قد يكون عبارة عن هرمون، قد يكون عبارة عن شيء آخر، عن بالمثل الهيموغلوبين الذي يدخل في يدخل في تركيب الكرية الحمراء، بالمثل قادر يكون كذلك مواد قاتلة كما الليزوزومات، مواد سامة كما الليزوزومات والبيرفورين. وهذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم بوظيفة معينة في الجسم. هذا هو فيما يخص كتابة النص العلمي. هذا إذا فيما يخص النص العلمي. النص العلمي مش مرتبط بعدة أسطر، وإنما مرتبط ب مش مرتبط بعدة أسطر وإنما مرتبط بالمعلومات المهمة. كي تلقى المعلومات، كي يكون كاتب كامل كافة المعلومات المهمة، باسكو في التصحيح أساتذة كيفاش يديروا في التصحيح؟ أساتذة يروحوا يصححوا لك على المعلومات المهمة. عندك مرحلتين تكتبهم عندك الاخر، عندك العناصر الضروريه، يحوسوا لك العناصر الضروريه، يحوسوا لك على الترتيب الزمني للمراحل والترتيب الزمني للاحداث. كي يلقوا هاد الحوايج كامل كاينين يعطوك العلامه الكامله بغض النظر عن عدد الاسطر، بغض النظر عن الاسطر. اللي عنده اي موضوع ولا اي حاجه يبعثوا للقناه لصفحتنا على القناه، وان شاء الله راني نقدر نحاول نطلع عليه ونحاول نعاونكم فيه. اللي عنده موضوع يبعثوا الى صفحه تاع القناه تاع معلم من اجل البكالوريا. مقراني فاطمه، تقدري ديري كيما هكا، تقدري ديري ليسونسيال انه من الاحسن انك تحكي في المقدمه عن الظاهره بصفه عامه. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا البث، نتمنى إن شاء الله نكونوا فدناكم ولو بالشيء اليسير. ما تنساوش دعونا معكم ربي يفرج علينا، باسكو عندنا شوية الوضعية، دعوا لي ربي باش راكم صايمين، دعوا لي ربي يفرج علينا إن شاء الله في الأمر اللي فيه إن شاء الله. الحاجة الثانية نتمنى لكم النجاح والتوفيق بإذن الله. تهلاو في ارواحكم وسيروا ارواحكم وبون كوراج وصحة افطاركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا كان عندنا بث اخر ان شاء الله، اني نقول لكم وقت ما يكون عندي وقت باش ندير بث، اني نخلي لكم الوقت في سواء في الصفحة ولا في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وي تقدروا تطبقوا حياة، تقدري تطبقي النص العلمي على شكل فقرات، تقدري تطبقي على شكل فقرات، هذا من الأحسن من التنظيم. ديري على شكل فقرات وليس على شكل عناصر، ديري فقرة الأولى مثل تركيب مثل الاستنساخ ديريه فقرة، الترجمة ديريها فقرة، وهكذا ديريها فقرة فقرة وليس عناصر، ديريها فقرة أحسن. إذن السلام عليكم.